FM. الكلمة ليك. نحكيو مجتمع مدني في الكابوتشينو. معنا جمعية كلنا تونس ممثلة بمعز عطية، مرحبا بك. وبيك عاشق. ومنظمة بوصلة ممثلة في رئيستها شيماء الهلالي. شيماء بوهلالي. مرحبا. مرحبا. نحكيو على انطلاق تسجيل الناخبين انتخابات البلدية والاستماع لكم اليوم تقريبا. بعد شوي الاستماع ولا؟ لا، الاستماع مع اللجنة البرلمانية كسار نهار الخميس. نهار الخميس. ديجا. صار الاستماع لكم انتم بيان سور، حاجه باهيه ياسر انه معناتها اللجان هذه تستمع للمجتمع المدني اللي عنده علاقه بالتيران وعنده علاقه بالنشاط الميداني. ساعه شنو انطباعاتكم بعد الجلسه هذه؟ نبدا بسيش بليدي سفرت مسيش شيماء. انا نامن بالتساوي بين النساء والرجال. شكرا. الاستماع ساعه، نحب نذكر أنه في التوطأة متاع الدستور نظام ديمقراطي تشاركي، يعني يعطيهم الصحة اللي يسمعوا المجتمع المدني، لكن ما هيش مزية، وخاصة القوانين الكل لازم يسمعوا فيها المجتمع المدني. الفورم إيرونيك ما تفهمش الحكاية. فهمتك. أي ولا هم يعطيهم الصحة. يعطيهم الصحة بريمو. يعطيهم الصحة وإن شاء الله يكملوا يسمعوا. على خاطر المجلة دسمة وفيها برشة مواضيع، والمجتمع المدني كان عنده برشة خدمة على كافة المواضيع الموجودة في المجلة. ولهنا دعوة للنواب إذا يسمعوا فينا والمجلس النواب الشعب إنه ما يسمعوش فقط للجمعيات الوطنية، ويعطيه فرصة للجمعيات المحلية، لأنه هذمك زاد عندهم نظرة على الواقع بطريقة مقربة. وفما في المجلة وفي المركزية فما خصوصيات المناطق اللي لازم يتم أخذها بعين الاعتبار في القانون. الجلسة هذه استمعوا فيها الخمسة جمعيات. الجمعيات هذه حكيوا بشكل عام على مجال الجمعيات المحلية، وكل جمعية ركزت على موضوع معين. نحب نذكر المجلة هذه من 2015 وإحنا نستنوا فيها. في أكتوبر 2015 كان فما نظمة وزارة الداخلية في الوقت ذاك، قبل ما تفصل وزارة الشؤون المحلية على وزارة الداخلية، نظمة استشارات جهوية في خمسة جهات في تونس، والمجتمع المدني كان حاضر في هذه الاستشارات وأثبت أنه عنده القدرة أنه يقدم مقترحات قانونية، وحسنت هذه المقترحات من المجلة. المجلة هذه أو مشروع المجلة توا في الفيرسيون 18، يعني الفيرسيون اللي دخلت المجلس النواب الشعب مرت بعدة تغيرات من أول فيرسيون طلعت. نحب نذكر جوست باش نحط في الإطار المستمعين متاعنا علاش هذه المجلة مهمة. الاسم متاعها ما يظهرش برشا، لكن هذه المجلة بمثابة الدستور الثاني في تونس، وفرحت برشا انه فما برشا نواب استخدموا هذا المصطلح او الجمهوريه الفرعيه الثانيه. ما نحبش نسمي هذا لان هي مش جمهوريه فرعيه في الحقيقه، هي السلطه المحليه، هي السلطه الرابعه اللي موجوده في الدستور. يعني نحكيوا على سلطه تنفيذيه، سلطه تشريعيه، سلطه قضائيه، وسلطه محليه سلطه. يعني في نفس المستوى افقيا بالسلطه الاخرى. البلدية توجهات الأقاليم عندها استقلالية إدارية ومالية، يعني هذوما المجالس المنتخبة، السلطة اللي فوقها سلطة قضائية نغمل ما. يعني غدوة إذا باش ياخذوا قرار ما تنجمش تناقش السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، تناقشهم في جدوى هذا القرار، علاش ياخذوا في قرار هذا، ما تنجم تناقشهم كان في القانونية هذا القرار، وما نجم تناقشهم شرعيته، وتنجم تناقش كان المحكمة الإدارية أو في المستقبل محكمة المحاسبات. علاش نقول في هذا الأمر؟ على خاطر رغم أنه يعني النواب اللي حاضرين مفروض يفعلوا الباب السابع من الدستور، باب السلطة المحلية، وباش النواب كانوا من المؤسسين اللي هما تناقشوا في أحكام هذا الباب. ونحب نذكر أن هذا الباب أقل باب كان عليه نقاش خلال مناقشة الدستور، لأنه كان فيه إجماع في 2014 و2013، كان عندنا إجماع في تونس أنه بمعنى التنمية الجهوية هي من أولويات أي معناتها، مش فقط التنمية، تقريب السلطة للمواطن. يعني احنا وقيت يظل لي أثبتت السلطة المركزية أنه ما تنجمش تستجيب لكل تطلعات المواطنين بطريقة فعالة وسريعة. طيب نرجع لك معزة عطية، جمعية كلنا تونس مش مخر اليوم ما وخلناش برشا معناتها في المجلة الجماعات المحلية، علش مش من قبل؟ صحيح، هو ثم شيء من التأخير في المسار ككل. علش كما قالت شيماء، بدينا من 2015 نحكي على مجلة الجماعات المحلية، معناتها نذكر الاستشارة الجهوية، وإحنا كنا عقدنا ندوة صحفية في أكتوبر 2015 باش خرجنا مخرجات الاستشارات الجهوية. لكن يظهر لي اليوم القانون بدأ يخلط للنضج متاعه،
معناتها بعد 18 نسخه من القانون بعد النقاشات. احنا كجمعيه كلنا تونس قعدنا حتى مع الوزاره وقتها وقت اللي كان على رئاستها سي يوسف الشاهد، حكينا مع الكتل البرلمانيه الكل، حاولنا نقدموا مقترحاتنا وما زلنا نقدموا مقترحاتنا في البرلمان لليوم حول مجله الجماعات المحليه. صحيح كنا نحبذ من البدايه انه يقع مناقشه مجله الجماعات المحليه قبل القانون الانتخابي، نحضروا البلديه نتاعنا، الهدف ان نعرفوا شنو هي البلديه، شنو هي الجهه، شنو هي الاقليم، شنو هما الصلاحيات نتاعهم، هذه اهم حاجه، ومن بعد نتعداو القانون الانتخابي. لكن وقتها الوزاره رات انه نبداو بالقانون الانتخابي، قالوا الحصيره قبل الجامعه. فوالا الحصيره قبل الجامعه، لكن ميسيرش اليوم اهم حاجه بالنسبه لينا احنا، واحنا وجمعيه بوسطه وجمعيه حديد وجمعيه تونسيه للحكم المحليه، قدمنا رزنامه كامله كيف يمكن ان نصادق على مجله الجامعات المحليه، وهذا حكيناه شرط مهم قبل الانتخابات البلدية. اليوم قدمنا حتى للنواب اليوم رزنامة كاملة، كي إن شاء الله إذا نطبقوا الرزنامة هذه نصادقوا على مجلة الجامعات المحلية في سبتمبر، وهكذا نخليوا القدرة للمترشحين واللي يتقدموا للانتخابات البلدية أنه يفهموا المجلة، يفهموا شنية صلاحياتهم، شنو هو دور المجلس البلدي، وهكذا نجموا يبنيوا برامج انتخابية، وهذا شيء مهم ومهم جدا. لازل العكر شوف، أنا اللي نعرفه في القانون عادة القانون عنده زوز أدوار، إما يكرس ظاهرة توجدت بشكل كبير ما عادش منها هروب في سلوك الناس، وإما يثور بناء متخلفة يسبق كما جلت الأحوال الشخصية، بناء متخلفة يكركرها يقودها إلى الحداثة وإلى التقدم وإلى العصر. والمرحلة هذه اللي وصلت فيها العولمة والتكنولوجيا والعالم محكوم w.com معناها بطريقة ما نجموش نقعد نكركروا في بناء متخلفة، بناء معناها مركزية تعود إلى نظام مخزني معناها مهري مركزي جمع الضرائب الولاء. هذه مشكلة تونس، هي تاريخ الضرائب، تاريخ الانتفاضات، تاريخ الواحد بي المحلة يمشي إذا ما عندك ما تبيع نبيعوا لك المسكن، ويقول ابن أبي الضياف وتركوهم هم وذراريهم يأكلون الأعشاب ويهيمون في البراري. لكن احنا قادمين على مغامرة أنا في اعتقادي سيكون فيها توزيع عادل للفقر، معناها لأنه الدولة بمواردها وبإمكانياتها الحالية وبمديونيتها المرتفعة وبتغطيتها لميزانية أغلب البلديات اللي هي ما تحصلش فلوس، التطبيق سيوضح وين الهنات وين، وسيكون النسخة الثانية أو التعديل اللي ممكن يدخل، لأنه شفنا أنه إحنا دستور مثلا، أنا بالنسبة لي الدستور اللي اليوم ساق ومعطاش إمكانية حكم لأي طرف وفرض التعايش وفرض الائتلافات فما حتى حزب نجم يحكم تونس وحده ويترتب عليه، ما ثم حتى حزب تنجم تحمله المسؤولية، ما ثم حتى واحد يحكمك اليوم بعد ما يخرج تنجم تحمله المسؤولية، ارمي لفلان ارمي لفلان، وفي النهايه كي تبرك الكل يدخل اتحاد الشغل. هذا هي المشهد اللي صاير اليوم واللي هي هنات الدستور. القانون الانتخابي كيف كيف اللي هو تابع اللي هو نتج على ذهنيه واحده نتاع ما يحكم حد خليه كيك حتى نشوف، وبقى صندوق النقد الدولي رافق فينا، وبقى قرار الكونغرس الامريكي يقول لك تونس في منطقه الالتهاب هذه والرمال المتحركه لازمها تبقى واقفه. الفكره في حد ذاتها يلزم نكونوا معاها مطلقا، ارجع الحكم الى المناطق، ما عادش معناها اللي عنده ورقة يهز روحه من توزر ومن قبلي وبيت يمشي في كار باش يجي يطلعها في دارة موجودة في لفايات والموظف يشيش في قهوة من القهاوي، مأساة حقيقية. لكن انا نقول انه بالتطبيق سنشهد العديد من المشاكل تخص سوسيولوجيا تونس فيما يخص الانتخاب، تخص التمويل، التمول الذاتي للبلديات ومساهمة المواطن ومستوى وعيه. أنا في تقديري شر لا بد منه. إذا تعقيب باهي تمشيو لل ساعة شوية ما عادش نمشيو للمعزلة. أوكي باهي. سي الأزهر، القانون الانتخابي كان بيد النواب، ماهيش حاجة فرضها الدستور. يعني كنا نجموا كمجتمع مدني أو حتى كناس عندهم تفاعل مع النواب اللي هم يمثلوا الشعب كانوا ينجموا يتخيلوا قانون انتخابي بشكل آخر. أنا يظهر لي اللي الإشكال اللي قاعد الآفة اللي موجودة توا اللي هي اسمها مزيان برشا اللي هو التوافقات، هو اللي قاعد ما يحملش الناس المسؤولية. يعني إذا ناخذوا القانون الانتخابي خلينا نشوفوا حكاية تصويت الأمنيين اللي كانوا ينجموا النواب يمشيوا بها إلى الجلسة العامة ويصوتوا، وقعدنا عام باش نستناوها. هذا هو الاشكال، وهذا اشكال نجموا نتفاداوه
اذا الشعب يقف ويقول انا صوت باش الناس يتحملوا مسؤوليتهم بناء على احزابهم وكتاب بيصون بناء على احزابهم بيك بوس راهو في الليل للمجلس هذه اشكاليه اذا نجموا تغضاوش زاد على لكن هذا بوس تاع تعرف هذا كتل سياسي هذا اشكاليه نحب نحكي على قيمه القانون قيمه القانون تاع مجال الجماعات المحليه هو ليس فقط تجسيد ظاهره ولا يعني حل مشكله هو تفعيل الباب السابع نتاع الدستور هذه القيمه شو معناها تفعيل الباب السابع نتاع الدستور الباب السابع نتاع الدستور يحكي على تمييز ايجابي بين الجهات يحكي على صلاحيات لازم الدوله تلتزم انها تمولها كي نقولوا صلاحيات معناها ماناش باش نقول بلديات ايا انت مسؤول على الاشياء هذه الكل وعوم بحرك ونهمشوا البلديات اللي ما عندهاش ماناش باش نعتمدوا على التمويل الذاتي نتاع البلديات فقط احنا نتمناو انه نوصلوا له ولازم الدوله تتحمل مسؤوليتها انها تساعد البلديات والجهات في المستقبل انها توصل لهذا الشيء لكن في مجال الجماعات المحليه وهذه من الاشياء اللي لازمنا نضربوا عليها لازم يوضح اليه التعديل شو معنى اليه التعديل شنو الفروقات بين البلديات يا اخي 350 بلديه اليوم في تونس كل كيف كيف ماهمش كيف كيف فما حاجه اخرى اسلوب التمييز الايجابي زاد كيف كيف التمييز الايجابي اكيد فما اليات وهذه الدوله ارياف عملوا لها بلديات باش ياخذوا عليها ضريبه الرصيف وهي ما فيهاش حتى مش رصيف فيش حتى مادة أصلا أكيد نعرف الواقع حتى احنا يعني أما عندك دستور يقول لك أنه لازم تغطي تراب جمهورية الكل بالبلديات باش المواطنين الكل ينجموا يمارسوا هذا الحق الانتخابي فأحنا شر لابد منه ما نعرفش هذا خير عاجل لازم نمشي له على خاطر اليوم الدولة إذا ما نمشيوش إلا مركزية عندك الدولة في عظمة تركز على استراتيجية قد تركز على تطبيق في واقع هي بعيد عليه طيب معز كيف كيف معناتها في نفس التمشي اليوم صحيح المشكل الكبير وكنت نسمع في سنجيب بحذاكم الموارد نتاع البلديات اليوم تقول لي عملنا بلديات لكن ما هي متنجدة تعمل حتى شيء لكن في ظل حكم مركزي وبدون تطبيق الباب السابع للدستور اللي جات فيه برشا مبادئ اللي تنجم تحسن من موارد البلديات وتنجم تحسن من نجاعة البلديات كان ناخذ مشروع المجلة اليوم اللي مطروح امام مجلس نواب الشعب ونقراو الصلاحيات نتاع البلديات ما نلقاو حتى صلاحية ذاتية زادت للبلديات وهذا شيء استحسناه وكنا متفاعلين معه علاش خاطر ما ثماش موارد اليوم كافيه للبلديات انك باش تزيدها صلاحيات واش قلنا احنا هذايا مسار لازم نسطروه لازم ثم هيئات وثم تطوير للموارد بالنسبه للبلديات ووقتها نزيدوا للبلديات صلاحيات معناتها زوز حاجات يمشيوا تدريجيا مع بعض هذه الحاجه الاولى المهمه وصارت تجارب واحنا كنا على الميدان ورينا تجارب رينا تجربه باش نحكي عليها مثلا في منزل بورقيبه صارت تجربة نتاع ميزانية تشاركية في منزل بورقيبة. لو تو دو ريكوفرمون في منزل بورقيبة كان عدد المواطنين اللي خلصوا الأداءات المحلية نتاعهم 12%. بعد تجربة تشاركية نموذجية اليوم عندنا 37 مواطن على 100 ولاو يخلصوا البلديات. علاش؟ خاطر تخلقت ثقة ما بين البلدية والمواطن. دونك هذوما حاجات مهمة اللي لازم نخموا فيها ولازم نقولوا فيها. كيف سمعت حد قبيلي سي نجيب ونعقب عليه للأسف كنت نحبذ نكون معاه فرد بلاتو على التخوف من اللامركزية. وصحيح احنا قاعدين نمشيو على خيط رفيع في المناخ الاجتماعي السياسي اللي قاعدين نشوفوا فيه اليوم. لكن فما فصل في الدستور واضح وجلي جدا اللي هو الفصل 14 اللي نص على وحدة الدولة. اليوم الجماعات المحلية اللي هي مش تكون عندها سلطة تنفيذية لا سلطة تشريعية لا سلطة قضائية اش عندها هي سلطة ترتيبية مش تصدر ترتيب باش معناتها سلطة ترتيبية وقوانين ترتيبية والهرم نتاع القوانين والدستور انتهابت معناتها بالضبط معناتها وهذايا ما يشكلش خطر على الدولة وحكينا ودخلنا حتى قمنا من عديد من الاجتماعات في الجهات كنا في قفصة مؤخرا حتى كانوا معنا جمعية بوصلة نحكيوا على الموارد والكل اليوم الدستور ينص على الموارد المنجمية والموارد الباطنية هي موارد الدولة وما هي مش تكون موارد حتى بلدية وما هي مش تكون موارد حتى جهة طيب معز هذه كله كلام هشام كيف كلام باهي ومعقول ونحكيه على مجلة باهية ومزيانة ومنقحة 18 نسخة 18 دقيقة بركة لكن سامحني الممارسة شيء آخر يقول لك لما توريتي بتاع الأحزاب اسكو التقاطع السياسي هنا مع التقاطع الانتخابي معناتها اسكو نجم وصلنا لنتيجة باهية ولا لا نحكيه على الأحزاب السياسية مفككة ماهيش ما عندهاش قواعد شعبية كبيرة ممكن عندها مشاكل داخلية معناتها اسكو تنجم يطبق الشيء هذايا في جوست في ثانية جوست على معناتها اليوم احنا نراو في جمعية كلنا تونس اللي اليوم عندنا فرصة تاريخية باش نمشيو إلى الخدمات المحلية وإلى التنمية الجهوية ناخذوا هيئة كما الهيئة العليا للمالية المحلية اللي نص عليها مشروع قانون الجماعات المحليه اللي اليوم كان الهيئه هذه للماليه المحليه نعطيوها الصلاحيات اللازمه باش تكون عندها الاليات لتفعيل التمييز الايجابي اللي قعد اليوم شعارات اليوم
وثما هاو نص عليه دستور لا جوستومون ثما نماذج اليوم لازم هيئة اليوم ثما نماذج موجودين فيها حتى في المانيا وكنت ريتهم الهيئة هذه لازم تكون عندها لي مويان وتكون عندها الدراسات الاستراتيجيه وتخلق لي مويان دو بونديراسيون وتكون عندها جميع المعطيات التنمويه باش تقول لي انا شنو نعطي للجهه هذه طون ومش نعطي للجهه هذه طون. هاو اليوم عندنا الهيكل القانوني دونك اللي لازم نطبقوه واللي لازم ندعموه ولازم نمشيو فيه. دونك اليوم قدمنا فرصه كبيره برشا باش نقصوا من التفاوت الجهوي ومن التفاوت التنموي في الجهات هذه. سؤالي مباشر شيماء على الاحزاب بالتوافق على الاحزاب بالتوافق اللي صاير توا نجموا نمشيو لبعيد غير في الاحزاب. اذا نحب نعلق على الاحزاب يظل لي واضح انه المركزيه ماهيش قاعده تؤدي انه الاحزاب تكون اقوى. يظل لي وقيت انه احنا نعترفوا انه الحكايه نتاع العظمه والدجاجه هذه لازم الاحزاب في على على نيفو وطني لازم يكونوا جاهزين باش نجموا نمشيوا للنيفو المحلي. ما عادش تخدم في الديمقراطيات المتطوره الناس يطلعوا من المحلي يطلع يكون قوي في المحلي يثبت جدارته في المحلي يطلع للجهوي من بعد يطلع للوطني. دونك هذه الاحزاب لازمها تو تتعدى هذا التيست اللي موجود. اذا مش نقعدوا نستناو الاحزاب تكون جاهزه الاحزاب خايفه منه التيست هذا ميسالش من حقهم كل الاحزاب خايفه منه كل الناس اللي ماهمش اللي قاعدين يقولوا انه ماهمش حاضرين راهو الدستور صدقنا عليه في 2014 اذا ما كناش مصدقين باش نعملوا انتخابات بلديه وجهويه في 2017 يعني صحيح انه الدستور ما ضبطش وممكن هذه حاجه كنا لازم نعملوها انه يضبط وقتاش لازم يعملوا انتخابات بلديه وجهويه كما الانتخابات التشريعيه والرئاسيه مجلس القضاء الاعلى مجلس اعلى القضاء حتى كان فاتوا شويه اما على الاقل يضبطنا بحاجه بالوقت. انا يظهر لي هذا هو التيست الكبير والاحزاب ينجموا ينجحوا فيه اذا يضربوا على مجله جماعات محليه واضحه ويتجهزوا على هذا الاساس. نحب نحكي على الخطر فيت قاعدين نغطيو عين الشمس بغربال. الخطر ماهوش اللي مركزيه، الخطر انه القضاء نتاعنا ما عملناش ريفورم فيه، الماليه العموميه نتاعنا ما عملناش ريفورم فيها. محاسبات كيف نعلم القضاء في محكمه المحكمه الاداريه دارت محاسبات، انا فرحانه على الاخر انه اخيرا عملنا دوائر ابتدائيه جهويه، علاش وصلنا عملنا دوائر ابتدائيه جهويه؟ على خاطر نص عليه قانون انتخابي باش نراقبوا الفلوس اللي قاعد تصرف هذا كيف كيف مش كانش هذه الدوائر الجهويه هي باش تكون النواه الاولى نتاع لا مركزيه المحكمه الاداريه اللي هي في الاخر باش تكون هي اللي باش تضمن انه البلديات والجهات باش يلتزموا بالقانون اللي هو موجود. دونك للاسف انه احنا لي ريفورم ما يمشيو الا ما نحطوا بالسيف معناها لازمنا نعملوا ما فماش رزنامه محدده واضحه باش يمشيو في الانتقال للسلطه الانتقاليه فما رزنامه يعني فما البوصله قدمت خارطه الطريق للتجهيز نحكي مو المجتمع المدني قديم تاع مراقبه لكن في الحكم اللي في الحكم الحق اللي نشوفوا فيه قاعدين يتبعوا في هذه الرزنامه هما واعيين يعني هو فما وعي ممكن يحكي على الرزنامه نتاع تطبيق اللامركزيه بشكل عام معناتها صحيح اليوم نعرف وقتاش عندنا انتخابات بلديه مثلا لكن ما نعرفوش وقتاش عندنا انتخابات جهويه ما عندناش ان بلانينغ واضح للمركزيه كان رياض المؤخر والسيد الوزير رياض المؤخر قال وقت حكى انه فما ايتاب اولى ثانيه ثالثه مش راديكال مش يمشيو اذا نجم نحكي على الانتخابات الجهويه اذا صادقنا على مجال الجماعات المحليه انتخابات جهويه باش نكونوا حاضرين نعملوها في اي وقت والحق نجموا نعملوها انتخابات بلديه وجهويه في نفس الوقت لانه ليزي قاتلك هذه خاطر انا نعرف تبعت الانتخابات قبل 14 عام في بشكل مكثف ومراقب البرة ثم حاجه اغرب من الخيال السودان بمستوى التخلف ومستوى الواحد مره عملت 11 انتخابات في مره واحده من المحلي لك الطوائف للحكايات للمركزي للكل قصه انه تتعمل لك كلها سقط ورقه في هذه ورقه في هذه اي لهنا باش نحكيوا على جاهزيه الاحزاب شو معناها نعملوا انتخابات بلديه وجهويه معناها عندنا المجلس الاعلى للجماعات المحليه اللي هو نص عليه دستور لازم يكون خارج العاصمه هذا المجلس الاعلى اللي يمثل احنا حاضرين الشيء هذا اليوم هل المنظومة المعقدة اذا نعديو المجلس الاعلى نحكيو على انتخابات راهو انتخابات حاضرين فما مناخ ملائم لاجراء انتخابات شكون احنا؟ الشعب احنا ك هيئه عليا للمستقله الانتخابات كحكومه انا مش نطرح لك سؤال اخر اسكو في 2011 كنا حاضرين الانتخابات؟ اسكو في 2014 كنا حاضرين الانتخابات؟ هاو قال لك شر لابد منه وقت حتى تو نحسبها شر لابد منه ولا خير لابد منه معناتها مش باش يتبدل المناخ الاجتماعي السياسي في تونس من هنا الفتره معينه اليوم قاعدين نمشيو بنيابات خصوصيه ما صارتش انتخابات محليه من قبل الثوره لو كونستا اي تونسي يخرج الكياس يعملوا اليوم وقت باش تصير انتخابات بلديه معناتها ما عندنا حتى خيار اخر وقانون سامحني معناتها حتى في المسار التشريعي قانون قاعد مطروح من 2015
ما يتصدقش عليه في 2017. سؤال محير معناتها هذا سؤال من الاول قلت مخر اليوم. هذا مشكل كبير اليوم شنيا ونقولوها بكل صراحه. اليوم وكنا قعدنا حتى في جلستين جلسه مضيقه مع الهيئه العليا للمستقله للانتخابات ونهار الثلاثاء اللي فات كنا في ندوه موسعه اكثر. الهيئه نقولها على اللي ريناه تبدو انها حاضره للانتخابات. نحكيوا على الجاهزيه اليوم تاع شكون اليوم متخوف قعدوا كان الاحزاب ما اعتقد اسكو الاحزاب هي حاضره على المستوى المحلي. نعرفوا في الانتخابات التشريعيه كيفاش صار تكوين القائمات وسي نزار بحذانا معناتها ما صارتش عمرها ما صارت اون ابروش تبدا كما قالت شيماء من المحليات حتى لين نمشيو للمركز. اسكو الاحزاب حاضره على مستوى محلي على 350 بلديه واليوم هذا هو السؤال الاخير. شيماء سمحني باش على برشا وقت على الجاهزيه. انا ياسر وليت نفد من انه نحكيوا على جاهزيه الاحزاب وما نحكيوش على جاهزيه الشعب. الناس هو سؤال المفروض يتطرح هل الناس حاضرين انه يتبدل الواقع نتاعهم حاضرين من 2011. هذا هو سؤالي. نحكيوا على الجانب الاتصالي اليوم ما تهبط للشارع احكي معهم يقول تقول له شو معناتها المركزيه وما يجاوبكش. اي ما تقول له شو معناتها تقول له حكم محلي وما يجاوبكش ما يعرفش شو معناتها حكم محلي. لا المواطن يعرف البلديه على شو المسؤوله. معك معك لكن نحكيوا على الانتخابات البلديه والجهويه والحكم المحلي معناتها فما مشكل اتصالي كبير معناتها اليوم قبل الانتخابات الناس ما تعرفش شنو باش تنتخب معناتها وكي تنتخب معناتها شو باش يعمل السيد هذايا شنو عنده صلاحيات. اما شو اللي يحدد هذا الشيء؟ مجال الجماعات المحليه. هذاك علاش نحن نشوفوا مجال الجماعات المحليه تنجم تطلع من مجلس نواب الشعب في اوت وتنجم على خاطر نسمع في نواب يقول لك 400 فصل. اي 400 فصل قدمنا خطه احنا مجموعه من جمعيات منهم البوصله وكنا تونس كيفاش ينجم يخرجها مجلس نواب الشعب في شهر اوت والبوصله تخدم في مجلس نواب الشعب من 2012 نعرفوا قدرات النواب وشو يحتاجوا. علاش في اوت؟ خاطر وقتها يوفى التسجيل وقتها يبداو يكونوا قائمات المترشحين والمواطنين وقتها نجموا نبداو حملات تحسيسيه ونقولوا لهم هاو بالضبط شو البلديه باش ما يجيهمش شخص يقول لهم انتخبني في البلديه باش نبني لك مستشفى ما ينجمش ولا يقول لهم انتخبوني باش نبدل لكم الدستور ما ينجمش. نوضحوا لهم بالضبط شو ديدلاين هكا حسب انتم معناتها تفهموا التيران معناتها ديدلاين في اوت تخرج المجال حتى ديبي سبتمبر مش مشكل حتى ديبي سبتمبر نخلطوا خاطر وقت الترشحات تكون ما زالت مفتوحه للبلديات ولعبات نجم تحضر برامجها الانتخابيه. احنا خطتنا الاتصاليه من ان جمعيات زاد ما نجموش نخدموا الخدمه الكل احنا درنا ولايات تونس كل من لا 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 عندنا دور كبير نحكي عن الناس اللي تحكم اليوم لا لا احنا زاد من دورهم انهم يحسوا الناس احنا كمجتمع مدني عندنا دور زاد لازم نلعبوه. واحنا قبل رمضان كنا حتى في قفصه التقينا بالجمعيات اللي موجوده في قفصه الكل قدمنا مجال الجماعات المحليه قدمنا تصورات جديده وكيف كيف تو مشي تواتر النسق باش نكونوا في اغلب جهات تونس باش نقدموا البروسيسوس الجديد هذا الكل. اليوم ما ننساوش حاجه مهمه جدا اللي لازم نقولوها اللي اليوم فتحت الهيئه العليا للمستقله للانتخابات باب التسجيل. اليوم اي مواطن يحب يشارك في الانتخابات ومش مسجل في سجل الانتخابي 2011 و2014 يمشي يقيد روحه في الانتخابات باش ينجم ينتخب في الانتخابات البلديه وهذا ينقلوه راهو حق واجب في نفس الوقت. وان شاء الله احنا المجتمع المدني كيف تشوفوا نسبه العزوف في فرنسا في التشريعيه اكثر من 50% صحيح 50% ان شاء الله نحن على الاقل نشدوا الصحيح والله شوف هذا دورنا ودوركم انتم فما امل راهو كي تبدا انتخابات محليه انتخابات قريبه عبد يشوف ليستات معلقه عبد يعرفهم عبد يقربوا له ويراقبهم زاد كيف وينجم يراقبهم ويحس اللي ناس قراب ليه والبرامج معناتها برامج مربوطه بالواقع نتاعو اليومي كي يخرج من داره المواطن التونسي باش يبدا يشوف التروتوار يبدا يشوف الكياس يشوف المدرسه نتاع ولده الى اخره. دونك ان شاء الله احنا عاقدين العزم ان نشحوا المرحله الانتخابيه هذه. على ذكر الغياب في فرنسا الناس اللي ترشحوا في الانتخابات التشريعيه هي انتخابات تشريعيه مش بلديه لكن لاول مره باش تشوف على الاقل مع ماكرون انه مجتمع مدني يطلع مش الاستابليشمنت ومش سياسي. وانا في تقديري البلديات اول حاجه تحميل المسؤوليه صار شطر بشطر لانه النيابات الخصوصيه هاو المعتمدين وهاو ما نعرف شنو. انا كنت في الحكومه في 2015 وطلبت بانه الاحزاب تتحمل مسؤوليتها دخلت للحكم يقع تمثيل نسبي في البلديات باش نحملك مسؤوليه في مجلس النواب بكل ما يحملوا توا من مشاكل ونحملك مسؤوليه زادش عملت في الكياسات وفي الحفر وفي الواحد اللي هي كانت موجوده بعد 2011 هكاك باش نشوف قدرتك على الحكم كان نوع من التنويت من الاختراق وقتها اعطيني الكل ونحب ناخذ دوله نتموقع هذاك موضوع اخر ممكن يثار بطريقه اول 2011 كان فما تمثيل التمثيل النسبي للاحزاب الموجوده في المجلس الوطني التاسيسي. احنا تابعنا تطور النيابات الخصوصيه من 2011 لليوم نحكي اول مبدا من بعد بداوا يتبدلوا. شوف هذاك كان تكليف لمده عام وتجاوز وقته وصار وما صار والتحليل السياسي كامل نجم ندخلوا فيه
لكن العملية هذه اللي هي اليوم أصلا طرح مشكلة المعتمدين، المعتمدين هم النيابة الخصوصية كيفاش باش يحضروا الكليونتيليزم والممكن اللي يحدث، والأحزاب اللي مرهجة كلها وخايفة من البلديات تعطيني ولا ما تعطينيش. أنا نقول كي نشوف نقرأ المشهد السياسي اليوم في تونس واهتراء المشهد الحزبي اللي تربطنا به بالسيف علينا، هذه ديمقراطية الأحزاب ما تنجمش تعب روح. لكن اللي مفتوح المواطنين سي لا بروكسيميتي البلديات، سي الجوار، سي الوجوه اللي نعرفه، فلان هذاك قدها وقدود وينجم يجي يسكر لي الحفره وينجم يهز البوباله وينجم يعمل وتحاسبه زاد وعنده مصداقيه ولا ما عندوش. اللي في تقديري اذا كان يقع رفع العبء كما في الجانب السياسي اليوم رفع اتحاد الشغل، المجتمع المدني يرفع العبء، دوركم مهم في البلديات اذا كان الناس يوصلوا يولوا المجتمع المدني الخيري حقيقة، مش الخيري المخاوز ولا اللي يتمول بطريقة معناها ولا الخيري المموي، المجتمع المدني الحقيقي متاع الأولاد والبنات اللي سارحين ينجموا يعملوا حملات النظافة والبلكونات الباية ودهن المدن، وفما منهم برشا موجودين نعرفهم موجودين أكيد. نكونوا نجزنا. نشكرك معز عطية من جمعية كلنا تونس، كيف شيماء بوهلال رئيس منظمة بوصلة الحضور معنا في الكابوتشينو، غدا نتقابلوا في كابوتشينو جديدة. شكرا لك سيد لازر. شكرا لك والظروف. كيف توفيق العيشي من غادي. شكرا لي. دونك نرجع غدا في كابوتشينو جديدة. باي باي. كاب اف ام الكلمة ليك.